السلام عليكم المشاهدين، كديري لاباس؟ شباركم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ باش تعاودوا اموركم بخير. لما هاد البرد كزيتو صراحه البرد، والله لا البرد، لكن اللهم لك الحمد وقت عادي. ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الديكور بحال داك البلاطو ديال الزاج اللي ديجا خدمت معكم، واحد الشكل اخر جديد عجبني وبغيت نخدمو في الدار. قلت علاش لا، بانه هو نشاركو مع المتتبعين ديالي. تعطلت لكم شويه، كنت الوالده شويه عيانه، هاكا كنت شويه مشغوله معاها. المهم انتم، المهم تناخدو ان شاء الله هانت على بركه الله بحال هاد الشكل هذا. هذيك المرايه اللي خديت نديرها هكايا باش ما تهدو، وركبت لها هاد الرجيلات هادو هي دايره، بغيتها دايره. الله جبتها من المعلم، درت لها الطوموند هذا الشكل هذا اللي نقدر الحجم اللي بغيت. شوفوا نتوما الحجم اللي بغيتو نتوما تديروه، هذه هي نسيب ليكم. وتنحتاجو البيلجات سريتلات، هذا هما ديال البلاطوات. فضلتهم في الفضه بحال شكل الكولور ديال المرايه، وخديت لهم هاد الحجيرات هادو من الدروكري. هادو هما البولات ديال البنات تيبانو لكم. المهم ديكور تيجي غزال. المره درت معكم بلاطو هكا يحطي هذا، ودرت معكم ديك بلاطو مربع على حساب الحلوه. هادي بغيت نديرها ان شاء الله للكيكه، انتما معايا ان شاء الله. غنبداو ان شاء الله نوريكم كيفاش الاستعمال ديال هذا البلاطو. هذا نبداو على بركه الله، تنشدو هاد البيلجات ديالنا، تنديرو لهم الصاق من هنايا. هنا عندي هاد الكابوس ديال الشمع راه سخون، تضحك عليا امي تنقول الكابوس. شنقول ليها امي؟ كابوس. انتما تتشوفوا معايا تكون سخون عندنا هاد الكابوس مزيان، تديروا الصاق مزيان باش تيشد لينا. المره درتهم واقفين، دابا حاولت نبدل شويه الديكور، عاوتاني ديكور اخر، شكل اخر. نمشيو معايا هكايا حتى نكملوها كامله. نحاول نثبتوهم هكايا على هاد المرايا هادي. ندور عليها كاع داك اللصاق البنات بحال هكايا، ساهلة. أي مبتدئ راه يقدر يخدمها، ولكن تتجي خطيرة صراحة، تتجي زوينة، تتجي أنيقة و مي عجباتك زوينة، عجباتك مي صراحة، عجباتها. شتي البنات شكون اللي عندهم مو تتشجع؟ انا 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 تمشي معاها هكا كاملة. شوية من التلفازة، التلفازة مجهدة كتر من الصوت ديالي واقيلا. تمشي معايا وحدة وحدة هاكا حتى تنكملوها. باش نوريكم
حقيقة فين نخدمهم ليها. راه تلصقوا هاد الشمعة مزيان، يكون المهم هاد الماركة هادي اللي تتاخدو، متاخدوش هادوك اللي تيكونو عشوائيا في الزنقة تتباعو، خوضو هادو هما تيكونو واحد الدروري تيدير جوج دراهم، كاين اللي تيحسب ليهم جوج دراهم ونص. مرتات شوف فيا واحد شوية نبقى نزيد معايا تصور معايا تا هي ياك امي تبقاي تصوري معايا. هي قالت لك هي شتي امي تا هي ان شاء الله غادي نحلها القناة. انا نكمل البنات هادشي هذا كامل باش ما نطولش عليكم لا فيديو. تتبان لها وين ما شاء الله الصفر اللي تيبان لكم. نكمل ندرج معكم باش ما نديرش معكم بزاف باش ما نطولش الفيديو بزاف البنات. اوكي نكملت البنات هذوك انا كملت هذوك الدوارات كاملين. انا دابا تنشد هذوك كل العقيقات هادو هما تيبانو لكم البولات هما فضيين. شدهم تما تنديرو لهم شوية ديال اللصاق و تنديرهم ما بين هاد الدبيلجة هادي وهادي هي كيما كانو تيبانو لكم. تنتبتوهم مزيان هكايا كون البنات تيجي هاد البلاطو هدا سهل و تيعطي زعما عاطي ما شاء الله للعين كما تيبان ليكم. هكايا إلا درتو كيكا هكايا تقطعوها ولا الحليوة تاهي تستفوها فيهم هاد البلاطو ديالنا. ربنا ندير فيهم هكا شي بتي باني الا كانوا شي ضياف ولا شي كورس اولا شنيك حتى هو تسد فيه تيجي ما شاء الله كبار. علاش نديرو هاد البولات البنات في هنايا؟ لان هادي هي ملي تنكونو تنقطعوها بالموس هاد هادي ديال الريدو تتبقى لنا هاد لي سباس كحل هنايا باش ملي تنديرو وحده بحال هكايا هكايا وحده هكا وحده هكا تنحطو في وسطهم هكايا ديك العقيقه الفضيه ما تيبانش. انا نكمل ان شاء الله تشوفوا شوف خطوة خطوة باش اي واحد راه ممكن بانه هاد البلاطو هذا يصيبو في دارو تيطلع رخيص. والله الا تيطلع رخيص الانسان الى مشى شراه راه غالي هاد الشكل هذا. والله الا غالي كيدي لا صايبتي تتعرفي شنو صايبتي تديري الديكور اللي بغيتي وتختاري ليه العقيقات وتختاري ليه عاوتاني الا بغا بنادم عاوتاني يدير بحال مثلا الدبيلجات هادو في الذهبيين تهما تطلعو زوين في الضوء الذهبي تيجيو زوينين المقري والذهبي تيجيو زوينين في المنظر. انا كانو هادو عندي متوفرين ديك المرة ملي زدت كملت بيه داك البلاطو بقاو ليا بزاف قلت علاش لا نخدم بيهو. مشيت صايبت المرايا عند مول الساج عطيتلو القياس اللي بغيت صايب جاب مني وجدها ليا قلت خليني نصايب هادي هي ونشاركها مع البنات.
كلشي تيقول لي حطي لنا بحال داك الديكورات وشحال واحد الحمد لله راه جربهم. الديكور اللي تيحمر الوجه صراحه ماشي التحلات من هنا نحاول نسدها باش ما يخرجليش اللصاق من الجب بالسخونيه. انا قررت نكمل باش نوريكم الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا. كاين انواع ديال هادو هما كاين انواع بحال هكايا تكون بحال ديك بحال شكل مثلا بحال داك شكل اللوزه جاوز تيجيو زوينين. ما هاد البرد هذا ما صراحه ما قدرتش نخرج كانوا متوفرين عندي هادو ديجا شريتهم خدمت بهم واحد الديكور بقاو عندي كنت خليني نخدمهم هنايا. مي ورطي معايا البال لا ننسى شي بلاصه ما نديرش فيها الحقيقه راكي راضه معايا البال واخا عارفه هنا بال انت مرة تتعلم راه تشوفيه انا كملت كما تيبان لكم كيفاش ما شاء الله طلع هذا شويه كم مي ايه ايه شكون غادي يشكر العروسه ما هو با يوم با انت شوف البنات شتي ما شاء الله تيطلعوا غزالين. انا نصوروا لكم باش يبان لكم كامل لان دابا لو درت ليها كره غنبان غير انا هزو عيني للسما او للسقف. انا نصوره ونخليه لكم باش تشوفوا الديكور ديالو كيفاش تيبان اييه باش نشوفوا فيه ثاني. يلا خليكم حتى تشوفوا التصويره ديال هذا ولا عجبكم ديروا بحالو. نتمنى بانه يعجبكم لان الديكور صراحه زوين في المستوى وراقي هو كيفاش يبان من هنا الاتساع انتم البنات صراحه زوين انا عجبني امي عجبها هذا هو المهم ويعجب المشاهدين حتى هما كنتمنى يعجبكم تنشكركم بزاف على لي كومونتير اللي تتخليو ليا في حقي تنشكركم بزاف وكلمات زوينه تتهضروا تشجعوني بها اللي خطاكم عليا. يلا بسلامه عليكم الى فيديو ان شاء الله مقبل.